في صفات كثيرة كانت موجودة قبل الإسلام، بس كانت موجودة إيه؟ اللي بيعملها بيعملها كده يعني، مش هو طبعا الإسلام برضو مش كل الصفات أنكرها، في صفات أثنى عليها وما زالت موجودة بعد الإسلام صحيح. بنتحلى بيها. يعني مثلا كان خلق الصدق موجود قبل الإسلام، نعم والنبي عليه الصلاة والسلام عرف قبل الإسلام بأنه نعم الصادق الأمين. الأمين. نعم طيب إيه اللي أضافه الإسلام؟ لما الصدق كان موجود قبل الإسلام، إيه اللي أضافه الإسلام للصدق؟ اللي أضافه الإسلام للصدق إن جعل عليه ثواب وعقاب. يعني زمان كان الرجل يصدق عشان ما يتقالش عليه كذاب، بس مفيش لا ثواب من وراها ولا عقاب. جه القرآن الكريم والشريعة الإسلامية قالت لك لا، أنت الصدق ده خلق جميل من أخلاق الجاهلية، اللي هيصدق هياخد ثواب وهيخش الجنة، وإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. يا جميل قوي. طب واللي مش هيصدق هيبقى كذاب. طب والكذب، الكذب إيه؟ يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. يبقى حتى لو كان الصدق موجود قبل الإسلام، لكن الإسلام جه أضاف له حاجة جميلة جدا، قال له هدي لك ثواب عليه، واللي مش هيصدق هدي له عقاب عليه. كذلك الأمانة، كذلك الإخلاص. لكن في خلق ما كانش موجود قبل الإسلام، الإسلام ابتكره وجيبيه الإسلام، فكان حاجة غيرت وجه الدنيا بجد. يعني خلق اسمه الإيثار. الإيثار ده إن أنت تبقى محتاج الحاجة وتلاقي حد محتاجها أكتر منك فتديها له. لما الصحابة هو وزوجته يبقى ما عندهمش أكل ليهم ولا لأولادهم، ويجي ضيف للنبي عليه السلام ويقول من يضيف ضيف رسول الله؟ فيقول له أنا يا رسول الله، وعارف إن ما عندوش إلا حبة أكل قليلين. طب نيم العيال، طب ما احنا برضو الزوجة بقى، ما احنا برضو لو كلنا معاه مش هيشبع، طب نعمل ايه؟ اطفي السراج. وعملوا نفسهم بياكلوا لحد ما الاكل خلص والضيف اكل، لا كلوا هم ولا كلوا اولادهم. ايه ده؟ ازاي طيب؟ يعني لما تقعدي تتاملي حضرتك ان ازاي انا اكل اولادي واكل انا وزوجي نديه لواحد ضيف غريب، طب ايه ده؟ ما كانش موجوده، الاسلام جابها فبقت حاجه عجيبه. لذلك النبي عليه السلام يقول لهم ايه؟ ان الله عجب من صنيعكما، يعني عجب، يعني استعجب من اللي انتوا عملتوه. اهو ده خلق جاء به الاسلام. كذلك خلق الاخلاص. ايه الاخلاص؟ الاخلاص ده بيخلي الانسان انسان، بيخلي الانسان بني ادم بجد، يحب نفسه ويبقى محترم نفسه ويبقى فرحان بنفسه، اللي هو يعمل الحاجة لله خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وليس لأجل أن يقال عليه فعل، أو زي ما حضرتك قلت أن يقال عليه كريم أو شجاع. أيوه الله يفتح عليك. فكان زمان يروح يرمي نفسه من فوق الجبل، ليه يا حاج خير؟ يقول لك عشان يقولوا عليه شجاع، أنا هخش على الفيل ده اللي هو مش عارف مين يضربه مش عارف بإيه، الفيل يشيله ويرميه، شجاع. لا مش شجاعة دي. لذلك سيدنا عمرو بن العاص لما قعد مع سيدنا معاوية قال له يا عمرو الناس بيقولوا عليك داهية وبتاع ده، اتعلمت ايه في الشجاعة من الإسلام؟ قال إني شجاع ما أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. يعني أنا داخل الحرب لو عارف نفسي هقدر أكسب شجاع وأخش أجري، طب عارف نفسي هتهزم لا جبان وأرجع، أبقى جبان أحسن ما تهزم، وابقى شجاع لما اكون عارف ان شجاعتي هتجيب نتيجه. لكن هو طالع من البيت عايز يتقال عليه شجاع، ممكن يمسك واحده ارمله يضربها، ولا طفل يعتدي عليه، ولا ايه الشجاعه دي؟ دي مش شجاعه خالص. طيب عايز يتصدق عشان يقولوا عليه ده كريم، وعايز يذبح لكل واحد خروف عشان يقولوا ده راجل، ده ما شاء الله عليه راجل نزيه، ده مش كرم، بيعملها رياء، وده رياء. إنما الإخلاص، الإخلاص لا أنتظر شيئا من عملي. أيوه،
أو لا ينتظر المقابل من ورائه. أنت فعلا مستحضر إن ربنا شايفك.